بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. أبارك لجميع المؤمنين حلول هذا الشهر العظيم، هذه الضيافة الربانية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم الضيافة في هذا الشهر علينا تحت ظل توجهات وعنايات بقية الله الأعظم الإمام المهدي الموعود المنتظر. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الآية المباركة تتحدث عن هداية في هذا الشهر الفضيل لعامة الناس. هذا التعبير هدى للناس تعبير خاص بالقرآن الكريم وخاص بهذا الشهر الفضيل. ورد هذا التعبير أيضا بالنسبة إلى التوراة والإنجيل. الله تبارك وتعالى يقول في الآية الكريمة: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. بعض المفسرين يقولون أن هذه الهداية بالنسبة إلى شهر رمضان هذه خاصة بالشهر، حسب تعبيرهم أن المبتدأ يحتاج إلى خبر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا كانت الهداية صفة للقرآن فالمبتدأ يبقى بدون خبر. شهر رمضان ماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا كان القرآن هدى للناس فهذا شهر رمضان يبقى بدون خبر. حسب كلام جملة من المفسرين أن الهداية إذا كانت بالنسبة إلى القرآن فهي أيضا هداية بالنسبة إلى الشهر. هدى للناس، الناس بشكل عام، هذا تعبير كلش دقيق. الناس مهما كانوا أيا كانوا تأثيرات إيحاءات شهر رمضان تشملهم، لاحظوا القواعد عندما توضع
توضع بشكل مضطردة، توضع مثلا الحديد إذا أصابته حرارة يتمدد. هذا الحديد لا فرق فيه أن يكون في الصين أو يكون في أفريقيا، هذه قاعدة، أو يكون في القمر أو يكون في محطة فضائية. القاعدة تضطرد عندما توضع قاعدة سواء تكوينية أو تشريعية. شهر رمضان فيه هذه الحالة، الناس أيا كانوا أينما كانوا في أي ظرف من الظروف في أي عقيدة من العقائد، الإنسان تشمله رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل، تتصاب الرحمة على الإنسان في هذا الشهر الفضيل. هذه الرحمة متمثلة بالهداية، هدى للناس. هذه الهداية ما هي؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عقل الإنسان، عقل الإنسان فيه جانبان من الوجود، من الحياة، يسمى هذان الجانبان بالعقل الواعي والعقل اللاواعي. المهم في شهر رمضان أن الإنسان يستيقظ العقل اللاواعي. الإنسان في حياته يتصرف تصرفات، هذه التصرفات تابعة لعقله الواعي ابتداء، ولكن أساسا محكومة للنزعات المترسخة في الذهن، المترسخة في النفس. الإنسان يتحرك بسبب العقل الواعي اختياريا، ولكن يتحرك بسبب العقل اللاواعي لا إراديا، بشكل لا إرادي. هذا العقل اللاواعي يسمى بالعقل النائم، يعبر عنه بتعابير العقل الكامن، سلسلة من النزعات منذ مرحلة الطفولة المبكرة تتكون في النفس، شيئا فشيئا تصبح مادة قوية جدا لتحريك العضلات، تسمى غريزة، غريزة طبيعية، تسمى نزعات نفسية. منذ بداية الطفولة، سن الطفولة، طبائع تتكون، هذه الطبائع تؤثر في الإنسان تأثير لا إرادي. المهم في حياة الإنسان أن يستيقظ هذه الطباع ويحاول أن يصلح هذه الغريزة النائمة، النائمة من حيث عدم الوعي، ليست النائمة من حيث عدم التأثير، بل العقل اللاواعي له التأثير المطلق في حياة الإنسان. الناس نيام، كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إذا ماتوا انتبهوا. هذه النومة تحتاج إلى استيقاظ، يمكن استيقاظها في شهر رمضان. جملة من الأمور، هذه الأمور تؤثر في الإنسان من حيث لا يشعر، الإنسان من حيث لا يشعر تصدر منه أمور يمكن لا يريدها ولكن تتحكم فيه. العقل الواعي يكيف المعرفة عبر الحواس الخمسة، يتعاطى مع المعرفة. العقل اللاواعي لا، هذا يكيف الحياة بسبب النزعات المترسخة فيه. الإنسان اللي مجبول
على العنف لا يمكن أن يلقن نفسه باللا عنف. تصرفاته سواء لسانه أو وجهه أو أعماله في كل الحياة تفرز العنف. هذا شيء لا إرادي، يمكن قسرا الإنسان يقرر شيء، ولكن هذه الحالة القسرية لا تدوم. أخيرا، الإنسان في الحياة يعي أنه لا يمشي على الطريق الصحيح، لكنه لا يمكنه أن يستعدل هذا الوعي اللي حصل ويستعدل سلوكه. ليش؟ هذه الطبائع في بداية الأمر محكومة للعقل الواعي، يعني الإنسان عن طريق الحواس بالنتيجة في خلال سن الطفولة هذا العقل الواعي يولد الطباع. بعضها هم ترتبط بالغرائز، بعضها هم ترتبط بالوراثة، ولكن بالنتيجة شيئا فشيئا يتكون في الإنسان شيء لا يمكن للإنسان أن يحيد عنه مهما آلت به الأمور ومهما وعى علم. أخيرا، العقل اللاواعي هذا المتكون بسبب العقل الواعي يسيطر، يستولي على العقل الواعي، بعد لا يستجيب شيئا فشيئا. وباعتبار أنه حالة طبيعية، حالة نائمة، لا يكاد يستجيب لأي تأثير علمي خارجي. فتبحث أكو يقولون قانون الجذب، مأساة، قانون الجذب لا جذب له. أنت إذا تريد، يقولون في قانون الجذب، إذا تريد واحد يريد مثلا يجذب الآخرين إلى الأمور اللي يعتقد فيها بالكلام بالحديث، أخيرا ما يتأثرون. ليش قانون الجذب لا يجذب حتى في الإنسان لا يعمل؟ قانون الجذب تأثيره يقولون صفر في التأثير. لماذا؟ لسبب هذه الطباع المترسخة. هذه الطباع المترسخة في النفس تؤثر على الإنسان حتى في حالات النوم. شوفوا الإنسان العنيف حتى في نومه يتصرف تصرف عنيف. العقل الواعي أخيرا يتعب، أخيرا يستريح. العقل اللاواعي ما يستريح، طبع هذا أصلا لا يحتاج إلى استراحة، لا يتوقف عن العمل أبدا. هذا طبع، طبع الإنسان الخسيس، حتى لما يشوف الرؤيا يتصرف في رؤياه بخسة، العياذ بالله، أجلكم الله. هذه الحالة تؤثر في الإنسان تأثير يومي، تأثير في يقظته، في كل تصرفاته، ولا يكاد يكون العلم ولا المعرفة تؤثر على هذا العقل اللاواعي شيء. هذه القوة الموجودة باتجاه سلبي، عادة لا تتكون هذه القوة باتجاه صحيح. الإنسان يتلقى من بيئته، من أسرته، طريقة في العمل، هذه الطريقة تنطبع ولا يكاد تتغير بأي نحو من المعرفة. المعرفة لا تكاد تؤثر على الطبع، فيبقى الإنسان نائما، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، تجي لحظة الموت، ذاك الوقت الإنسان ينتبه، بس شنو؟ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. شو يفيد في تلك اللحظة؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. في تلك اللحظة الإنسان يستيقظ حتى إذا أدركه الغرق. هذه مشكلة الإنسان، ولكن هذه المشكلة لها علاج، مشكلة جدا صعبة جدا عويصة. شهر رمضان فرصة لاستيقاظ هذا العقل. الروايات الكثيرة، أكو في الكافي المجلد الرابع صفحة 87، أكو باب آداب الصائم، يو أدب الصائم، أكو بأحد عشر حديث، إحدى وعشرة رواية. ضروري الإنسان يطالع هذه الروايات. التأكيد في الروايات أن الإنسان في هذا الشهر الفضيل مو فقط يصوم من الطعام والشراب، لا، يصوم كل جسمه. تعابير غريبة، أكو 11 رواية، هذه الروايات ضرورية الإنسان يطالعها. أقرأ كم حديث من هذه الرواية من باب الاستشهاد، أحاديث جدا مهمة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إذا صمت فليصم لسانك وعينك وسمعك. في رواية أخرى الإمام عليه الصلاة والسلام يقول حتى شعرك يصوم. شعر يعني شنو يصوم؟ الإمام يقول حتى بشرتك تصوم. البشرة شنو يعني تصوم؟ يمكن الإنسان مثلا لا يلامس ببشرته مثلا حراما، الشعر شنو لعد؟ حقيقة الشعر شلون يصوم؟ هاي روايات في الكافي معتبرة، بعضها صحيحة السند، بعضها جليلة السند. يعني شنو؟ الصوم حالة سلبية في الإنسان، منع. الإنسان مو يمنع بس بطنه، يمنع عينه، يمنع لسانه، تصل النوبة إلى أن يمنع جلده، يمنع شعره. شلون يمنع شعره؟ شنو أصلا منع الشعر يعني شنو؟ صوم الشعر يعني شنو؟ الراوي في بعض الروايات هو ما مفتهم شنو القضية، يقول الإمام عدد كلمات، قال فليصم لسانك وقلبك، ثم قال كلمات ما يدري شنو يعني شنو يصوم الشعر، يصوم يعني ماذا. هاي حالة المناعة في النفس للتأثير على العقل اللاواعي. لاحظوا، يقولون هذه المسألة جدا مهمة، يقولون دائما لا تخاطب السلوك، خاطب ما وراء السلوك. لا تحاول تمنع نفسك من شغلة تعيها أنها فاسدة، ما يفيد. لا تخاطب سلوكك، لا تقيد سلوكك، خاطب ما وراء السلوك. الإنسان العصبي يقرر في هذا الشهر الفضيل ألا يصير عصبي، هذا شيء زين بس ما يفيد. يرجع الشهر ينتهي، إذا أفلح في هذا القرار بعد انتهاء الشهر يرجع على عادته الطبيعية السابقة. العادة المتكونة من 50 سنة، شلون بإمساك سلوكي تتغير؟ ما تتغير. لذا الإنسان لا يفلح في هذه الحياة. أخيرا، 1000 مرة يحاول في وضع نفسه في الطريق، لكن هذه المحاولات لا تنتج. النفس تحتاج إلى تحول، النفس تحتاج إلى تأثير، تأثر. هذا التأثير والتأثر مهم. السلوك ما يفيده، الإنسان يمسك فوهة كذا، أخيرا النفس تنفلت. ما يفيد الإنسان يمسك فوهة النفس. إذا 100 مرة الإنسان أفلح ونجح أخيرا ما يفيد، أخيرا النفس التواقع إلى الفساد تجر الإنسان. هسه وين؟ ورا شهر، ورا شهرين، مثل واحد يقرر أن لا يدخن، تشوف أسبوع أسبوعين بعدين، أو شهر شهرين، قول سنة،
أخيرا ما يقدر إذا الشيء صار طبع، خاصة إذا كان طبع نفسي مو طبع سلوكي. التدخين طبع سلوكي، السلوك يمكن بالنتيجة الإنسان يقضي عليه. يقول العادة ما يغيرها إلا الكفن، الطبع النفسي، العادة الروحية النفسية، هذه شنو يقدر يغيرها؟ منو يقدر يغيرها؟ لذا يقال لا تخاطب السلوك، خاطب ما وراء السلوك. إذا واحد تصرفاته مو زينة لا تقول له هذا شغل مو زين، تعال شوف شنو مشكلته، نزعته شنو اللي تجر إلى هذه التصرفات، خاطب تلك النزعة. علاج ما وراء السلوك هذا العقل الباطن، العقل الماورائي، هذا يحتاج. صحيح هناك تصرفات سلوكية، فليصم سمعك وبس، ولكن هذه غاية، الغاية القصوى هي ذاك العقل اللاواعي، تأثير على ذاك العقل اللاواعي. شهر رمضان هذا مهم، لاحظوا القطعة المعدنية، القطعة الصلبة الممغنطة اللي فيها مغناطيس، هذه تتمكن أن تحمل شيء وزن أضعاف وزنها، يمكن 20 ضعف 100 ضعف حسب قوة المغناطيس. هذه القوة موجودة في هاي القطعة الممغنطة، إذا تسلب هذه القوة، هاي القطعة الممغنطة، هذه القطعة الصلبة المعدنية ما تقدر تحمل ريشة أو أخف من ريشة، ما تقدر. كل هذه الفاعلية بسبب هذا المغناطيس الموجود في هاي القطعة، القطعة المعدنية، الوقود اللي يحرك السيارات، هذا الوقود ما دام موجود في حالته السائلة لا يمكن أن يحرك المحرك، مستحيل، لازم يتبخر. يمكن تعرفون هذا الشيء، عندما يتبخر هذا الوقود المتبخر يحرك، أكو جهاز في السيارة يولد هذا الماء، ماء السائل، هذا المائع السائل إلى بخار، هذا البخار يحرك الماطور المحرك. هاي فتحالة ضرورية في انفعال الشيء المحرك، الشيء الممغنط، هذا ضروري. إذا سلبت هذه المغنطة أو هذا الحالة، حالة التبخر، الشيء يصير غير فاعل. شهر رمضان فيه إيحاءات كبيرة، لابد شايفين هذول اللي يروحون للعرافين أو للعرافات، العراف يقول له أنت خلال شهر تموت، حقيقة هذا يموت خلال شهر. العراف لا يملك، أو العرافة لا يملكان قوة، إنما هاي قوة نفس الإنسان، هو يعطي لهذا الكلام هذه القوة فيتفاعل مع هذا الكلام. يقولون فد واحد إنسان سالم كان راجع طبيب، بس الطبيب كان مشهور كلش، طبيب مهم، قال له أنت خلال شهر راح تموت. يقولون أنه راجع مراجعات عديدة، على كل حال كل الأطباء أجمعوا على أنه ما عنده مشكلة وهو في صحة كاملة، وأخيرا هذا يقولون قبل شهر بكم يوم مات. هذا شنو؟ هذا الإيحاء. إذا الفرد كان مشهور، العراف مثلا كان مشهور، شهرته تعطي للإنسان وقود، هذا الإنسان هو يولد هذا الوقود، درجة قوة طاقة في نفسه. العراف ما في عنده قدرة، ما عنده قدرة على التأثير. في القرآن الكريم إبليس في يوم القيامة يقول للإنسان، يقول أنا ما قلت لك شيء، إنما أنا قلت لك أمرتك أنت ما طعتني، أنا ما عندي عليك سلطان. إنه ليس لك سلطان، الله في القرآن يقول ليس لك سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إبليس ما له سلطان. إحنا هاي طباعنا
تولد هذا البنزين الوقود إلى بخار، إن مقنط مغناطيس يعطي لهذه القطعة اللي ما تقدر تحمل ريشة، نعطيها قوة طاقة تحمل 1000 ضعفها حسب طاقة هذه المغنطة، يتحول الإنسان إلى العياذ بالله فاسق فاجر. 400 سنة أنا ربكم الأعلى، هذا فرعون شنو يعني وكنت من المفسدين؟ هاي طاقة 400 سنة الله تبارك وتعالى أعطاه كل شيء، حول كل هذه الأمور إلى شنو؟ إلى معادات مع الله تبارك وتعالى. هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان مو طبيعة فرعون. لا، قتل الإنسان ما أكفره، يعني كفران، يعني يستلهم يستمد بالرحمة الإلهية من أجل ماذا؟ من أجل تحويل هذه الرحمة لحرب مع الله تبارك وتعالى. ما أكفره، قتل الإنسان، والله غريب هذا التعبير من رب رؤوف رحيم، ليش؟ وين توصل القضية بالإنسان اللي ربه هيك خاطبه؟ شلون هذا التعبير؟ اتصور فد واحد، فد واحد منبع للرأفة والرحمة، إذا كلم شخص قال له الله يذبحك، ما يتعجب الإنسان؟ شو مسوي هذا الإنسان اللي هذا الكريم الرؤوف صاحب الرأفة والحنان هالشكل يتصرف؟ حقيقة الله، حقيقة هذا التعبير تعبير رهيب، هذا التعبير يصدر من رب الرأفة والرحمة بالنسبة إلى منه؟ بالنسبة إلى أشرف مخلوقاته هو الإنسان. شنو القضية؟ الإنسان في الروايات، أكو روايات متعددة، أن الإنسان طبيعته هذه طبيعته أن يستلهم يستمد بأنظف الأشياء وهو الرحمة الإلهية، بأقدس الأشياء، بأنظف الأشياء، لكي ماذا؟ لكي يحولها إلى شنو؟ إلى العياذ بالله إلى أشد الأشياء، أخس الأشياء، الحرب مع الله. المعصية شنو هي؟ المعصية شنو هي؟ الإنسان يرتع في رحمة الله، كل هذه الحركات والسكنات، هذه العافية، هذا الذكاء، هذه العبقرية، إنسان شنو يستخدمها؟ يستخدمها أنه كيف يحتال على الله وعلى قوانين الله. هذا التكوين، هذه قوة النفس. إبليس ما له قوة، إنما إبليس يقول في القرآن الكريم الله ينقل عنه، إنما أداة حصر، إنما أمرتكم فأطعتم. هاي قلت لك تعال أنت ما طعت. إبليس مثل العرافة، مثل العراف، ما عنده حول ولا قوة. نعم هو رجل، هو موجود مشهور له خبروية، نعم بلا شك العراف يعرف شلون يصيغ الجملات، يعرف شلون يأثر على العقل اللاواعي، بس الطاقة الإنسان هو يمنح هذه الطاقة للعراف فيتفاعل مع هذه الطاقة، كلام العراف يؤثر فيه تأثير 100%. وين قانون الجذب؟ يقولون قانون الجذب لا يجذب، ليش العراف يأثر؟ ليش الكلام ما يأثر؟ هذا اللي يقولون قانون الجذب، إذا واحد يحكي مع إنسان صير خوش آدمي، تعال انضبط، اضبط سلوكك، اضبط كلامك، أكو آخرة، أكو جنة، أكو نار، ليش ما يتأثر؟ وليش الإنسان يتأثر من العراف؟ فد واحد ملعون، ابن ملعون، ممكن لا يجد الإنسان في حياته إلا معصية الله تبارك وتعالى، شلون لعت؟ هذه شنو؟ هذه القوة التي الإنسان يمنح من داخله، يمنح لهذا العراف، هذه القوة تؤثر، هذه القوة موجودة. شهر رمضان فيه إيحاءات، إيحاءات جدا قوية، ولكن هذه الإيحاءات تحتاج تمغيط، تحتاج أن الإنسان يمنح هذه الإيحاءات من نفسه تأثير، يحتاج إلى تغيير في النفس. في الروايات هذه أول حديث من هذا الباب، الباب اللي ذكرته، الروايات تصرح لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. احنا شهر رمضان شوية سلوكياتنا تختلف،
وإلا من ناحية الروح يمكن بالدعاء شوية الإنسان يتأثر ببعض على كل حال الأجواء الإيمانية. لازم الإنسان يقعد يفكر هذه اللحظات كل ثانية منها مليارات الرحمة الإلهية تنزل. هذا شهر ضيافة. هذا التفكير لاحظوا الإنسان يحاول يمرر هذه المفاهيم، هذه عقيدتنا بس تحتاج إلى تمرير. يفكر هذا وين أنا؟ أنا بأي حال؟ هذا شهر عظيم، كل ثانية منها عظيم، من هذا الشهر عظيم، كل لحظة عظيم، كل كلمة عظيم. فد مرة الإنسان يقول لا إله إلا الله عظيم، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة. الإنسان حتى لما ينام تسجل له عبادة. هذا وين؟ الإنسان يخاطب نفسه، أنت شو وقت؟ بأي حال أنت؟ هذه تحتاج إلى وغزة، إلى تأثير، يحتاج الإنسان إلى استيقاظ. الناس نيام، ليش الإنسان يستيقظ تلك اللحظة؟ ولو تلك اللحظة هم إذا استيقظ هم أشوى، بس ما يفيد 100%. ربك رؤوف، ربك رحيم. في الرواية أكو رواية جميلة حقيقة، رواية غريبة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أن فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، جبرائيل مسك. أخي في تلك اللحظة أنت 400 سنة تتجرع على الله تبارك وتعالى، تحادي تحارب الله، جبرائيل طلع من طوره. هذا كلامي أنا، مضمون كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ما تحمل جبرائيل، صدر منه فعل بعدين ندم عليه. شنو سوى هو نفسه؟ ما أمره الله تبارك. شوف ربك بالله عليك، شوف ربك، شوف رأفة ربك، شوف رحمة ربك. والله هذه الآية، هذه الآية غاية في الأمل، والله غاية في الرجاء. قصة فرعون، جبرائيل مسك قطعة من الطين رماها فم فرعون ملأها، قال له جبرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الله ما كان يرضى من هذه الصدر، هذه الفعلة. الرواية مضمونها يقول جبرائيل ندم على فعلته، الله تبارك وتعالى خلاه على هذه الندامة، على حالة من الكآبة، ما فرج عنه. آلاف السنوات جبرائيل يعاني، ليش قال هاي الكلمة والله ما قايل له، والله تبارك وتعالى ما قرره، يعني ما قرر فعلته، خلاه يعيش معاناة. شوفوا معاناة واحد مثل جبرائيل. جبرائيل يعرف الله لما ما يرضى بشي، يعني شنو؟ والله إذا الله كان يدخل جبرائيل قعر جهنم، هذا كان بالنسبة إلى جبرائيل أهون من هذه المعاناة. الله تبارك وتعالى، إحنا ما نفتهم، إحنا بشر ما نفتهم الله ربنا إذا يغضب علينا، إذا ما يرضى علينا يعني شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله لمعاتبة الرب عتاب أشد من عذاب 1000 عام. عتاب الله مو يوم ولا سنة ولا 1000 سنة. خلى جبرائيل يعاني، يعاني جبرائيل يدري أن الله تبارك وتعالى ما يرضى، يعني شنو؟ مو مثلنا إحنا، خلاه يعاني. شنو سوى جبرائيل؟ ملعون فرعون رمى في حلقه في لحظة الموت، كان من حق فرعون. شوف ربك ما يرضى حتى على فرعون، ما يرضى هذا الملعون فرعون. وبعدين شوف هذا فرعون ما يقول آمنت بالله، ملعون يستنكف يجيب اسم الله. شوف الملعون، آمنت بالذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. ليش ما تجيب اسم الله؟ ملعون. شوف شقد أجل لكم الله، حقير ربك هذا. الآن من الموت أدركه الغرق، هو شاف ما يهله، ما يهله يجيب اسم الله. وشوف ربك
شوف ربك. وهذا فرعون 400 سنة، فرعون شنو سوى أخيرا؟ حتى في اللحظة الأخيرة ملعون يستنكف أن يأتي باسم الله تبارك وتعالى، وشوف ربك ما يرضى، ما يرضى. الشغلة اللي صدرت من جبرائيل ما يرضى عليها الله، خلى آلاف السنوات. بعدين لما نزل القرآن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرائيل هذه الآية، جبرائيل اطمئن، وراء آلاف السنوات الله خلاه في عذاب. هاي العبارة في الرواية، هاي عبارة جبرائيل. الله تبارك وتعالى لما قرر هذه العبارة أنزلها بعنوان القرآن، جبرائيل عرف أن الله رضى عليه. وين وقت فرعون؟ وين زمان نزول القرآن؟ شوف ربك. اللحظة الأخيرة هم تنفع. هذا الرب الرؤوف حقيقة آية غريبة هذه، والله هذه الآية غريبة. آخر في الحقيقة، آخر في الأمل. شلون أمل أكو بهذا الرب؟ آخر شيء في الرجاء برحمة رب العالمين حتى في اللحظة الأخيرة. منو يصرف السوء عن الإنسان حتى إذا كان فرعون؟ هو ربه الله تبارك وتعالى. الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لاحظوا أكفد كلمة حق يراد بها باطل. الله تبارك وتعالى ما يريد هذه الكلمة الحق. البعض يقول بس الله، الله يمقت هذه العبارة. لا، الله قرن طاعتهم بطاعته. الله أراد أن يقرن أسماء بأسمائه، وهم أسماء محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر الفضيل حقيقة هذه شيء أنا ما أتحدث، هذا دين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل ما أتمكن أن أقول شيء على الله تبارك وتعالى، ولكن هذه إرادة الله. الله يريد أنه ما يذكر اسمه إلا أن يقرن باسمه، اسم محمد وآل محمد. هذا مو غلو. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. روايات متعددة، صلى يعني صلى على محمد وآل محمد. وذكر اسم ربه ف يعني فورا، هاي فاء تعطي الفورية. والله لازم الإنسان يخاف، والله لازم يخاف أن يجيب اسم الله وما يجيب اسم هؤلاء الصفوة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. هو إرادة رب العالمين. اللهم صل على محمد. هاي قصة فرعون. أجيب لكم قصة من الإمام الرضا صلوات الله عليه. رحمة الإمام شعبة من رحمة رب العالمين. رأفة الإمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام شعبة من رأفة رب العالمين. الله تبارك وتعالى جعلهم هكذا، امتداد. الله تبارك وتعالى جعل امتداد لنفسه، خلفاء في الأرض، خليفة لنفسه. فد واحد ينقل، أحد وكلاء الوالد ينقل في مشهد المقدسة، يقول مسؤول السجون في مشهد المقدسة يقول، نقل لي هذه القصة، قال كان يوم محكمة، أخذنا 4 إلى المحكمة من السجن، 3 منهم كانوا على كل حال متهمين في قضايا فساد أخلاقي أو ما أدري فساد اجتماعي، مخدرات، ما أدري القضية تفاصيلها. 1 منهم كان متهم في قتل صديقة. يقول على كل المحكمة بالنتيجة حكمت على 3 هؤلاء بحكم الإعدام، وإجا دور هذا الولد الشاب اللي دار بينه نزاع مع صديقه، بالنتيجة آل الأمر إلى الشجار وبالنتيجة ضربه بسكين وذاك مات. الضربة كانت في موضع حساس. فالقاضي بدأ يلتمس
أم المقتول حتى تتنازل عن القصاص، والأم ما كانت تتنازل أبدا، الأم قلبها حار، أم ما تقدر. فيقول ساعة تمام يحاول وياها، هذا ولد شاب بالنتيجة ارحميه، وبالنتيجة هذا صديقه صدر منه صدره، ما كانت توافق. أخيرا بالنتيجة قررت المحكمة حكم الإعدام بالنسبة إلى هذا الولد أيضا، أربعة حكم عليهم بالإعدام. يقول بعد كم يوم أخذناهم من السجن إلى مكان تنفيذ الإعدام في وقت باكر، كلش وقت الإعدامات عادة يأخذهم في بداية النهار أو وقت قبل بداية النهار. يقول أخذناهم في وقت باكر كلش أول الصبح، جدا كان الجو مظلم، أخذناهم إلى المكان. وعلى كل حال هذا أكو قانون أنه يصعد بالرجل على المنصة، منصة المشنقة، ويوضع في رقبته الحبل، ثم لازم قانون يتلى حكم الإعدام، حكم المحكمة، ثم ينفذ الحكم. يقول كل واحد من هذول الثلاثة المتهمين في قضايا فساد تم إعدامهم بنفس الطريقة مع تلاوة الحكم. إجا دور هذا الولد، يقول صعدناه وقف على المكان المرتفع، وضع حبل المشنقة في رقبته، وإذا به التفت إلى هذا الجلاد اللي ينفذ حكم الإعدام، قال له أنا أستميحكم دقيقة، أعطوني دقيقة فرصة. قال له ما يخالف، شنو تبي؟ قال أنا ما أدري هنا وين، هذه في مشهد، بس ما أدري المنطقة الجغرافية كيف، بس وجهوني بصوب حرم الإمام الرضا صلوات الله. يقول أخذناه حولناه باتجاه دقيقة واحدة، وبعدين خلص ما افتهمنا شنو قال. قال خلص أنا جاهز. يقول إجينا وراء المنصة اللي القاضي موجود حتى نقرأ حكم الإعدام وينفذ حكم الإعدام، كل ما نبحث عن الورقة ما حصلنا عليها، ضاعت الورقة. كل ما نبحث، يقول حسب هذا النقل بحثنا حتى في السيارات اللي كانت جاية، في كل مكان كان يمكن بحثنا ما لقينا. أخيرا اضطرينا نطلع نروح، يمكن نقول قلنا يمكن الورقة فقدناها في المحكمة، والولد واقف على المنصة وحبل المشنقة في رقبته. طلعنا احنا مجموعة نروح نبحث مكان، نروح مكان القضاء المحكمة. يقول اجينا اول الصبح، وصلنا ذاك الوقت لا اكو قضاة لا اكو موظفين، وصلنا الى باب المحكمة شفنا حرمة مرة جالسة على باب المحكمة، بس وصلنا قامت تصيح تنادينا، ها شنو؟ اجينا شفنا هاي المرة هي نفسها ام المقتول. قلت لنا تعالوا أنا عفيت عن هذا الولد، عفيت عنه، تنازلت عن القصاص، ما أريد منه قصاص. تعجبنا، قلنا له شنو صاير هسه أول الصبح، وأنت هل قد توسل فيك القاضي، هل قد توسل؟ ما رضيتي هسه أول الصبح، شنو صاير قايمة جاية؟ قالت والله أنا الآن قبل ساعة نايمة، شفت الإمام الرضا عليه السلام إجا قال لي روحي اعفي عن هذا الولد. بعد إنسان إمامة، خلاص أنا اتنازلت عن القصاص. يقول رجعنا إجينا القاضي هناك مسؤول التنفيذ، قلنا له هاي المرة هالشكل تقول، خلاص نزلوا الولد ونزلناه. اجينا هسه اللي اجينا نشوف هذه الورقه، ورقه الاعدام الموقعه بتوقيع القاضي موجوده على الطاوله، واحنا الساعه نبحث عنها وما نشوفها. هاي والله هذا الامل. شوفوا الانسان، واحد يقتل ومن قتله، الله في القران يقول
ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف الجناية شلون جناية، والإنسان في لحظة اللي حبل المشنقة في رقبته، بالله عليكم هذا اللي حبل المشنقة برقبته منو يقدر يصرف الموت منه؟ منو يقدر يصرف الموت منه؟ حبل المشنقة برقبة إنسان، هذا شلون يقدر ينجي من الموت؟ منو يقدر ينجي من الموت؟ الله ومحمد وآل محمد صلوات الله. ودقيقة واحدة، ما 20 ساعة ما ناجى، كلمة واحدة قال. الناس نيام، ليش خلي الإنسان يستيقظ في هذه في وقت اللي هو بعد حي وبعد حياته مستمدة، ليش يخليها آخر لحظة؟ ولو آخر لحظة هم تنفع لا شك، أما ليش الشكل؟ لما الإنسان يشوف الموت يرى الموت ذاك الوقت، على كل حال يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الاستيقاظ يمكن في أن الإنسان من خلال هذه الممارسات يحاول أن يلقن نفسه أنه في وقت غير بقية الأوقات، إحنا في شهر غير بقية الشهور، هذا شهر رمضان، هذه الضيافة خاصة لله تبارك وتعالى، الإنسان ضيف الله. خل نعرف قدر هذه اللحظات، الإنسان ليلقن نفسه أنه امسك لسانك، لا تسب لا تشتم، هذا الزيان بس ما يفيد في تحويل الإنسان، تحويل النفس ما يفيد. أخيرا ممكن بعد شهر رمضان أو في شهر رمضان تصدر منها فوات، لا تخاطب السلوك، خاطب ما وراء السلوك. ليش الإنسان يعصب؟ ليش؟ ليش الإنسان يضطرب؟ ليش؟ ليش الإنسان يخاف؟ من شنو يخاف؟ ماكو الله؟ أليس الله تبارك وتعالى وعد بالحماية، وعد بالحفظ؟ وأليس الله، ومن أوفى بعهده من الله؟ منو أوفى بعهده؟ مو أكو الله؟ ليش الإنسان يصيبه؟ شوفوا هذه الحالات، هاي الحالات السيئة اللا أخلاقية، هذه الرذائل كلها منبعها شنو؟ منبعها فت قضية معرفية خاطئة. الإنسان يخاف أنه على كل حال يصير عديم الرزق، يخاف أنه ينزل عليه بلاء. خب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لعد وين الله؟ وين الله؟ الله شنو ما يشوف العياذ بالله؟ الله شنو ما يقدر؟ شنو الله ما يعرف؟ أنا حالي الله ما يعرف بي؟ الله مو رؤوف؟ مو رحيم؟ ألف مرة الله أنقذني من البلاء، هالمرة مين ينقذني؟ إحنا آلاف الصدمات الله تبارك وتعالى يحمينا منها، إحنا وأولادنا وأهلنا حقيقة. فعد وين التوكل على الله تبارك وتعالى؟ هذه معالجة معرفية، ها مو معالجة سلوكية. لازم الإنسان يلقن نفسه أنه في شهر فضيل، هذا الشهر الفضيل شهر رحمة رب العالمين، هذا شهر شهر عظيم، الله جعله عظيما، يتفاعل مع العظمة، هذا التفاعل. لاحظوا تفاعل نفسي مو تفاعل سلوكي، ها السلوك مو مشكلة، خلي سلوك. إذا النفس هذه إيحاءات شهر رمضان اعطيتها مغناطيس نفسي، حقيقة لقنت نفسك أنه هذا شهر مهول في البركة، مو بركة عادية، هول أصلا، مهول في الرحمة، هذه الله تبارك وتعالى يعطف على الإنسان. هذا التلقين يولد في الداخل فد معرفة جديدة، هذه المعرفة الجديدة تخليك حقيقة عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم، تقريبا مضمون الحديث. الإنسان لما صار فد شيء ثقيل هنا، فد شيء ثقيل عزيز يحبه، هذا اسمه الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هنا إذا تكون وتفاعل الإنسان، منح الإنسان هذا الشيء الموجود، منح قوة فاعلية، هذه القوة والفاعلية تعطي تأثير لإيحاءات شهر رمضان.
بلا تشبيه. هذا التشبيه الأمثال تضرب ولا تقاس. المثال بالعراف، العراف يتكلم يحجي، بس الإنسان هو يعطيه قوة. الدكتور المهم، الطبيب المشهور، باعتبار أنه له شهرة، الإنسان يخضع لكلامه. هذا الخضوع يؤثر. إذا الدكتور يقول ليش لي، هذه تأثيرات نفسية موجودة، بس مع الأسف عوجة. لاحظوا، إذا الإنسان مثلا يتصور أنه إذا مثلا يجلس أمام مروحة، يتصور أن هذه المروحة تسبب تيبس في عنقه، تشوف إذا صادف فد مورد مجلس جلس أمام مروحة، أخيرا المروحة تفعل هذا الفعل. المروحة ما لها قابلية، هذا النفس، نفس الإنسانية، تشوفه صار بي تيبس في عنقه، هاي مو شغل المروحة. إذا الإنسان فد واحد عطس مثلا في الغرفة، الإنسان يعتقد أن هذه العطسة راح تسبب له ضربة برد مثلا، استبراد، يزكم، يعتقد أن هذه العطسة في الغرفة تنقل له الفيروس. أخيرا نشوف إيه بالفعل نفس الليلة يزكم. هذه العطسة ما زكمته، هذه القوة النفسية أعطت لهذه العطسة التأثير. هذه الإيحاءات موجودة، بس مع الأسف موجودة بشكل غير صحيح وغير سليم. شهر رمضان الإنسان يجي يعدل هذه الإيحاءات، يعطيها قوة صحيحة. القوة الصحيحة شنو؟ الإنسان يعي الله يعني شنو، الله يعني شنو، رأفته يعني شنو، رحمته يعني شنو. هذه النعم اللي تنزل، هاي الروايات اللي تقول هاي البركات في شهر رمضان، يعني شنو والله؟ كل ثانية مليار بركة ينزل، شنو يعني؟ هاي تصيبنا، تصيب أهالينا، الحمد لله رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح، هذا فضل الله، هاي رحمة الله، فليفرحوا. هاي صيغة أمر، ليفرح يعني واجب عليك تفرح، فليفرحوا، افرح. هذا الفرح يعطيك القوة، هذا الفرح في القلب يعطيك حالة قوية. التأثيرات المعنوية الهائلة في شهر رمضان تقوم تتفاعل، تعطي تأثيرها، تعطي آثارها في هذا الشهر. لنستعيد دقيقة في كل يوم شوية هذه العقائد اللي عندنا، ما نحتاج نجدد عقائد، نكونها. هذه العقائد حقيقة تحول الإنسان إلى فد إنسان غاية في المعنويات حقيقة، وصغر ما دونه في أنفسهم أو في أعينهم. كل شيء يصير تافه، الله وأهل البيت يصير عظيم، بس بعد كل الدنيا تصير تافه. تدري يعني شنو؟ هذا المفهوم، والله إذا تحقق في الإنسان، الإنسان يصير ملك، والله بس هذا. بعد ما يتكالب، بعد ما يهتم منو أكل فلوسه، منو شنو صار، اتمرض، طاب، مو مهم، الله. هاي مفهوم واحد، مفهوم بسيط. الإنسان في شهر رمضان الأجواء تساعد، جدا مساعدة، جدا مثل قول طبيب مشهور. شلون هي مساعدة؟ بس يحتاج أن الإنسان يعطي اهتمام لهذا الطبيب المشهور، هذا الطبيب الحاذق المحترف. شهر رمضان هذا الطبيب المحترف، هذا الطبيب الإلهي، طبيب النفوس. بس اعطيه قوة، اعطيه قوة، اعطيه شحنة من نفسك. لا يكون يوم صومك كيوم فطرك، لا يصير مثل نفس اليوم نركب سيارة نجي للمسجد بس شوية إجراءات تختلف. لازم النفس تحمل في داخلها فحالة رهيبة تجاه شهر رمضان. هذا إلى تأثير كبير، هذا إلى تأثير كبير. وأهم شيء التوسل في هذا الشهر الفضيل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن يعينوا الإنسان على هذه الحالة، على هذه القوة، يعطون الإنسان، هم مصدر الرحمة الإلهية، مصدر تكوين الرحمة الإلهية. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هؤلاء الأئمة الأطهار وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن لا يحرمنا من بركاته، من تأثيره، من ضيافته التامة في هذا الشهر الفضيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.